السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. مجموعة التواضع والإخلاص انشرنا من ترمضة وقال أمير من شرنا حمد سهدا لا أسرنا من رأي وما من رأي جبنا البون بلوكم سلم نفوك أن تريم في الدعاء والحمد لله. اسم يوتي هندن يلوم من يلوم ثلاثة صف شعبان معنى صف ياو ياو هيتان اوجنره تيمد نشفن ايدي والله جاتي قلدي جيناي شعبان جيناي شعبان هيتان اوجنره تيمد نشفن ايدي فرقن الارمي محمد صلى الله عليه وسلم امراد مكة فاد مدين دمدهان لين هاورن لرا انو غاس تتلور مارس وين لور تتقلو هيتان اوجنره جديدي أنا أقصده جبنا بول النبي عيسى عليه السلام. إذا هذا من أرجع حديثنا إذا هند قرن من الله إذا قرته أور الدعاء. ضارون أعوذ مرمول بكلمات الله كم ودي الله التامات كم ودي من شر أمراض ورد ما خلق من قوته كم قال. إذا أمضى الدعاء من الله ورماله الدعاء من الرماله. Duane dan gandi molo gollo kungudi Allah en gandi le kungudi Allah bi ngon atagaaji dum sewti hadith men garano mana fa hadith mo en dewe mudum de do balen feewi dum wadi en joon mata ko makko ya an Aisha ummul mu'minin ittama nana min Aisha nana gongin bi Allah radiyallahu anha qalat wi kanu la shinu rasulullah sallallahu alaihi wasallam يصوم مهاره كان صلى الله عليه وسلم مهاره حتى نقولها من بين لا يفطر او لا تجد عند كبير هورد سماته ادنو ويفطر او تجد حتى نقولها من بين لا يصوم او ظهرت نافله عند يكون فما رايت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل اتم مني صيام شهر هور قلور الا رمضان سنه قلور قرك كنت نهاره نلور تم دروما أمانة دروات وما رأيتهم يعني مكد أكثر أمبره يود صياما هورقل منه إمراد مكو في شعبان لور شعبان روى البخاري مانا ياو كندو لور أبورنه يود كوركا لبي لفف الحديث مهدن دموا هاجوني أنا في مالك رضي الله عنه في اللي حديث أوله مانا إمراد نولاد محمد صلى الله عليه وسلم حديثين عليه صحيح مسلم نيمور وجنا جديد اتفنت تعني دوني نولا صلى الله عليه وسلم اذا وقعت فيني لقمه احدكم لنجر بوتوم فلياخذها يجتل فليمط يئت ما كان بها قنقون امير من اذن امراد تيمانه تند فتك امير يئت ولياكلها ينامد ولا يدعى وتو اتشن للشيطان وان الشيطان ولا يمسح وتو فكر يده جنغ مكو كدسو نيامي وغسني وتو فكر جنغ مكو بالمندي لسرفت ولا وتو صور حتى يلعقها ومستو أفاجعه كده لمكو من كل مكو فإنه نقام لا يدري واندا في أي طعام هي كهود انفف نمر مكو البركة بركة وني واندا كهود بركة نمر مكو دي كهود وني واندا كهود هم بركة وني حديثه مسلم في اللي idan biiren hande ko hadis meden dimmo o tan ko don burden wonde woni biiren anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana riwaya go do kan o latino ida akala ta'aman sunyami nyamate sunyami nyamri la'iqa asabi'ahu am yatu kulli makuli tidil makuli asalasta yo nyamran nokan go to fi sama nyawano tay o joy nyamru da kadi ma metto da yim ci suf qala wi o mana o sonyamin o mettanno kelil makko balo wi gadi ha joni kanko anas o waqalo wi wonde nulaade wi ida sarra bas luqmatu ahadikum saylun longere goto mon saminde yani fal yumit yu'tu anha gamaira al adha fayde dum tuundi goni hen wal yaqula ya nyamre yo nyamde wala yad'aha wa tu accandi li shaytan wala li shaytan wa amarna wa yamira amen an naslutu min birtat al qas'ata al maana kaakul nyaamaango ngol o yamiraa men yum irtungol qaala wi fa innakum onon la tadruun on ganna fi ayi ta'aamikum hurnu fo nyaamdu moolon albaraka baraka o talate on ganna idan
Mbiɗen oɗo hadis filliɗo mbo immorade ko nuɗaɗo ko Anas ibn Malik, mana hadis gadduɗo mbo deftere makko o ko muslim on, muslim deftere makko sellani ko hadis o numéro makko toon 1994. إذن حديث أبو شلول يعلمنا أن جنجنا من الرسول نولا رمير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما جنجنا من الكثير كهي والكثير كهي كدي من الآداب المراد نيديج ومنها إنهن كما في هذا الحديث وننوني لأور حديث بعض يق آداب الطعام نيديج نمر فقد كان أولادهم صلى الله عليه وسلم إذا أكل صنيامي طعاما يمر لعق ومت إلى حسن ومت أصابعه في ذي المقع ثلاثة أي الإبهام معنى ورد معنى برمون والمسبحة سبه نور دون سفر دونه والوسطى أهكون دير تغليل سجي أبور نوار نعمر نعمر وبين لنا وبينا إن أنه قل إذا سقط ستيني أي وقع السسامي من أحد نئمر لنقر لقمة لنجر على الأرض دولستي معنى فليمط يؤتو أي فليزل يؤتو عنها قوم الأذاتي أي ما يستقدر كلكن نفن به مول من نحر إمراد يرتلى باللذب ثم رتلي أكلها ونعم لنجرلي ولا يدعها وتأكن للشيطان ونن للشيطان أي لا يتركها للشيطان وتأكن لنجر للشيطان دي وأمر أيامركا صلى الله عليه وسلم أن نسلت لمن بيثت القصعة كن والدون لعلم أي نمسحها من مولا قلت من لوتا قلت ونتبع من جكة ما بقي لنك هدي فيها ما قال من الطعام المراد ينمر والقصعة ويقول بيت قصعة قلون لا الهي دون التي نهون ليأكلون نيامت عليها دوم عشرة معنى أنفسين بالتالي صف ما في التالي صف باي نيامت والمراد بها هنا والمراد قموية بها معنى قصع هنا دو مطرق الإناء كبالتن كأكل أميرا وغنن الله ورمان يمرن وليف الذي أميرا فيهم ونمور الأدم معنى لئم الماء كل قدام معنى لر قدام وغنن الله ورمان لئم تنقوينها وين قسم أن نشرسي جين كربان تفيرن عن نستيب هون ليارن قدوم دهت جينا متتنين لأننا لا ندري ويصبح رمتن من معنى كديل ما بيت سن لا ألغت لأننا قصبنا أن لا ندري أن قلنا في أي طعامنا قهر من يمريج من البركة بركة ويدوى زيادة معنى بركة ودوى تكو بيدار وثبوت الخير تبث قل مأجر والانتفاع نفي ترقل به مأجر والمراد مو يقو هنا دو ما يحصل قدومك كثير به مضم التغذية نور التغذية نور وتسلم معنى هسا عاقبة بطن من أراد إمراض فعل معنى والمراد هنا ما يحصل قدومك كثير به مضم التغذية نور يعني نور قل فيتامين وتسلم هيس عاقبة بطن من أذن إمراد فإمانا كدي تو بطن من لرتام ويقوي رق جوم سنبن جوم على طاعة الله دوت أصب الله وغير ذلك تنالو في الحديث على حديث بيان بنجن قل فنجن قل هديه في والمنق صلى الله عليه وسلم في تناول عبئن نقول الطعام يمرو فيه إنهن أن من هديه نجا في والمنق صلى الله عليه وسلم لعقل أصابعي مثل قل في ديلي بعد الطعام شكل نمر وثلت القصعة بير تقول لأل معنى كأكل ياما نقول قبل الانتهاء بعدين نقصنت من الطعام أمور دي نمر وفيه إن أن من هديه نجا في والمق صلى الله عليه وسلم أكل اللقمة الساق بكي نيام قل لنجر السام بعد مسحي شكل موم تقول إت أذن معنى فأي يصيبها لأنه كبير لنجر سامل لأنه معنى كلاكوني هنا ليد ولا قوينا الإجتر وفيهن هنا الحس رير قنقل على كثر النفس يدو هلير قل ونكي كي بالتوابع ينكي نار سبهو تقول لنجر سامل لكو ينكي نقول لها وأخذ اللقمة معنى يتو كاي يتو قل لنجر أساق داك سامل وعدم يواز قل تركها أتقول لي
كما يفعله هنا الوارد بعض يقع المترفين مع المترفين يقع يميبي يبين بادر دم استكبارا سبو مملكين عاري أما جول لو كانوا ينكنوا وهلو انكما قوة جفت اللونجر سامن اليو نعمر فيه إنهن كجاء التحذير لينتنقل من الشيطان ومراد الشيطان وفيه إنهن ثبوت كبير قل أخبي الشيطان يامو الشيطان سبو نلعبي وتنغتشن لونجر عند الشيطان كيف ايوه شيطان كانوا سينغتشن لدونه نعمان والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.